تعالوا بقى نروح لمجلس اداره شركه الاهلي للانتاج الاعلامي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اللي قرر بعد اجتماعه بمقر النادي ما يلي واحد اعتماد محضر مجلس اداره النادي بشان تشكيل هيكل هيكل شركه الاهلي للانتاج الاعلامي بتكوينه الجديد، اثنين مناقشه الملف الضريبي للشركه مع عرض التسويه الكامله التي تمت مع مصلحه الضرائب، ثلاثه تفويض العمري فاروق العضو المنتدب للشركه والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الاداره باستكمال هيكل راس مال الشركه وعرضه على المجلس. النقطة اللي بعد كده مناقشة العديد من الملفات لتعظيم موارد الشركة وكذلك إعادة خط أو إعداد خطة شاملة لتنظيم هذه الموارد وعرضها على مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي في اجتماعه الأسبوع المقبل حضر الاجتماع اللي طبعا عقد برئاسه الكابتن محمود الخطيب كل من العمري فاروق نائب رئيس النادي العضو المنتدب للشركه واعضاء مجلس اداره الشركه المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي ومحمد الضماطي ومي عاطف عضوي المجلس ومحمد يوسف المدير التنفيذي للشركه وايضا محمد عبد العظيم امين سر الشركه أكيد في غاية الأهمية والقرارات اللي بتصدر برضو بتكون أعتقد قرارات مهمة وتطبق على الأرض هي دي النقطة اللي إحنا دايما بنحب على الأرض الواقع كمان نوري حضراتكم القرارات أثارها إيه بشكل إيجابي.